بنتابع مع فقرة المودة وشانتال أزة. صباح الخير شانتال. صباح الخير. كيفك؟ كثير منيح. كثير محمسة أنا اليوم. بعرف. يعني ناطرة هيدا السيجمنت ناطرة. شو عنا اليوم؟ عنا مات كالا. أنا ما بعرف. اليوم عنا مات كالا وأكيد بدنا نشوف اللوكس، بدنا نحكي عن اللوكس سوا. قبل ما نبلش بالمات كالا رح فسر شوي شو هو الغالا إيفنت. المات كالا هو اتس فاند ريزنج إيفنت، حفل تبرع للمتروبوليتان ميوزيوم أوف أرت بنيويورك، بتعمله أنا وينتر كل سنة، يلي هي editor in chief لمجلة فوغ العالمية. هو كان يصير الغالا قبل ال 95، بس ما كان غالا ايفنت عالمي، كان يجوا العالم أكيد المهمة واللي معها مصاري وتتبرع أكيد، تضل في الوينج بقلب الميوزيوم للكوستيوم ديزاين على طول، يعني فاند ريزد وعم ينشغل عليه، كرمال هيك بيطلعوا مصاري ليحافظوا على الميوزيوم أكيد كل سنة. صح، وبينحتم. ايه بينحتم، بس استلمته هي، صارت تتحط ثيم كل سنه، وصار هلا اللي بده يروح كل سنه عم بيغلى التيكت. اكيد السنه الماضيه كان 35000 دولار التيكت، والتيبل ب 200000، السنه صارت ب 50000 دولار التيكت، والتيبل ب 350000 دولار. حلو. اللي بيصير زينا بالتحديد انه البراندز هي اللي بتشتري التيكتس للسليبرتيز، يعني بيجي برادا بيقرر انه هو عباله فور اكزامبل مثلا مارك جيكوبس عباله كاندل جينر تكون لابسه ثيابه بالمات غالا، هو بيدفع تيكت كاندل جينر او التيبل السليبرتيز. من الادفرتايزنج يعني بيعتبروها لهم. بارت من الادفرتايزنج، وهيدا الايفنت بيطلع حوالي 16 مليون دولار للمات ميوزيوم. يعني تبرع خفيف. تبرع يعني خفيف. هلا هو اكيد بيكون هو في وينج بقلب الميوزيوم للكوستيوم ديزاينرز من التاريخ، يعني في اشياء كثير مهمه بالموضه كرمال هيك بحافظوا عليها، بس السنه الكيوريتور من اصل 10000 قطعه عملها كارل لاجرفيلد نقل اهم وعمل ميوزيوم لإله، كان شيء كثير صعب لإله، تخيل انه عم بيضطر يقطع ب 10000 قطعه كرمال ينقل اهم ويحطهم بال بالمتحف. بقى رح نبلش نحكي عن المات غالا اللي كان اكيد الثيم تبعه كارل لاجرفيلد لاين اوف بيوتي، ونشوف كيف في عالم اخذته ليترلي مثل ما هو ولبست اسود وابيض او لبست شانيل، وفي عالم غمقت شوي بالثيم وعملت شيء له قيمه، وفي ناس عملت افار انه تكرم كارل لاجرفيلد. شخص مثل كارل لاجرفيلد بيستاهل انه يتكرم من قبل ديزاينرز كبار بطريقه فيها افار اكيد، مش بس انه يجوا يلبسوا شانيل او يجوا يلبسوا قطعه عاديه. صح. بذات الوقت قبل ما نحكي بالسؤال في شغله مهمه بدي اقولها، انه في كثير من السليبرتيز ما راحوا على المات غالا لانه ما بيتفقوا كثير بطريقه تفكير كارل لاجرفيلد، لانه كانوا يعتبروه انه شخص عنده شويه كونتراست بافكاره، ما كان يحب كثير الاشخاص اخذوا موقف يعني تكون اوفر ويت. يلا وفروا عليهم 200000 دولار. ايه يعني في اشخاص ما كانت تحب انه هو ما كان يحب الناس الاوفر ويت، اتهموا بكذا شغله. نعم. بقى ما اجوا على الايفنت. يلا رح نبلش هلا نبلش. عنا كثير صور. عنا كثير صور، قد ما عنا وقت رح نحكي. رح نبدا اول شيء بكم كارداشيان اللي كانت لابسه اوتفيت لسكوبيرالي، وقررت انه بما انه الثيم شانيل كانت بدها تكون دريبت ان بيرلز، عبالها تكون كلها مغطسه باللولو. بقى عملت لوك كله تشينز بيرلز ومن وراء السكوبيرالي ترين اكيد اللي معروف فيه. في اشخاص انتقدوا كم كثير لانه اعتبروا انه هذا اللوك بيشبه كوفر هي عملته ببدايتها وما حبوا هذا التشبيه، وفي ناس لقيت انه هذا من اجمل اللوكس اللي بتلبسهم كم. هلا كم بطبيعه الاحوال لو قد ما بدها تلبس سكوبيرالي اللي هو ذا كلاسيست براند عالميا بضل في شيء بتحسي يعني حتى هي الشيب، عرفتي؟ ما بعرف الشيب مع الاتيتيود، بس انه انا ما لقيته بشع. انا لانه كثير قريت كومنتس انه كثير بشع او شو هيدا. لا منه بشع. انا ما لقيته بشع، ما بينقال انه كثير، بالعكس هو من اللوكس اللي كانت كثير حلوه وكثير بنشغل عليه. البيرلز شوي هروا بالغالا ايفنت، بس انا حسيت انه من تحت كثير حلو انه بيرلز، بس الابر بودي كان فيه يكون بعد في شيء خاصه انه صعب يعني كيف بدك تخبي وشو تلبسي تحته، بعطها هيك شوية شيب كلهم مع بعض. مزبوط، بس انه اكيد كان اللوكس اللي كثير كانت حلوه على الكاربت. رح ننقل على الصوره اللي بعدها ونشوف ريهانا
من اكثر الاشخاص اللي العالم حبوا الاوتفيت تبعها اللي كانت لابسه فالنتينو. ريهانا لبست الشيب هو ذاته مثل السنه الماضيه، لانه السنه الماضيه كمان الترين تبعها كان مغطى درج بالمت غالا، بس السنه كانت لابسه دريس لفالنتينو كله كاميلياز. كاميلياز هي كانت الورده المفضله عند جابرييل شانيل اللي صارت لوجو شانيل، وشفنا كثير من السيلبرتيز تيبون عليهم كاميلياز كثير. هذا اللوك حبيتيه؟ هذا كان اللوكس يعني إيه؟ انا ما كثير بحب الاشياء هيك الفلاورز الكبيره وهيك، بس انه هو اكيد كثير حلو، بس انا لا ما بحب يعني. وهي اكيد اجت بريجننت على الايفنت وهيك كان عاطي بعد ضجه بعد اكبر انه كانت لبس الدريس هي وحبله كان كله فلاورز والترين طويل. رح ننقل على الصوره اللي بعدها ونشوف من اكثر الاشخاص اللي هي قريبه لكارل وكان يعتبرها one of his muses كارا ديليفين، وهي كانت تمشي كل رانويز شانيل وهي وجاية على المت غالا ضايقت كتير وبلشت تبكي. هي من الأشخاص اللي كتير قراب لإله وأثر فيها هذا الإيفنت، بقى حبت إنه تكرمه بأنه تلبس the Karl Lagerfeld shirt. بقى هي لبست بس شميستو، أكيد عملت له ستايلينج بالجلوفز وبالشوز وبالرينجز اللي هو بيلبسها، حتى بالستيل اللي عملته بشعراتها. بس ما وقفت كارا هون، رجعت عملت جلسة تصوير تانية. بننقل على الصورة اللي بعدها ومنشوفها كيف كانت لبست the Karl Lagerfeld style بالفوتوشوت، حتى لبست السوت مثله، وهذا شيء كان متوقع منها لأنه هي كانت من الأشخاص اللي كتير قرب لإله، كان يحبها لإلها كتير بالتحديد. بقى اللوك اللي هي عملته كان اون بوينت لأنه قدرت تطور الشميز اللي هو أكتر شيء معروف فيها كارل لاجرفيلد. ننقل على الصورة اللي بعدها ومنشوف بعد شخصية اللي كانت من القليل اللي عملت إفار لتكرم كارل لاجرفيلد اللي هو أوليفييه كرياتيف دايركتور ديزاينر بالما. أوليفييه كمان كتير بحب كارل لاجرفيلد وبيعتبره أنه هو من الأيكونز تبعه. ما قدر يقفي هالإيفنت، إجا هو أكيد لبس أوتفيت مع كارل هو باغ، بس لبس جيريمي بوب ترين طويل كانوا مطرزين بالقماش عليه صورة كارل لاجرفيلد على الترين واللي ملى الدرج كله. كثير من الأشخاص لقيت أن هذا الشيء كليشيه، بس لأنه ما بيعرفوا قد ايه هذا الشيء بياخذ وقت لينعمل، لأن هي منا طبعة، هيدي كانت مشغولة بالقماش، يعني هذا من الأنواع الشغل اللي أخذ كثير وقت وكثير احتراف لينعمل. وبعتبر أنه هو من الديزاينرز الوحيدين اللي عطوا الوقت والقيمة الكافية لكارل، لأنه أكيد كان يحبه كثير وبنشوف أنه كان في كثير إفار بالأوتفيت وكان من الأجمل على بالمت غالا. ننقل من كافيه ومنشوف دوجا كات بالصورة اللي بعدها. دوجا كات هي اللي كانت لبسة إذا بتتذكر الأحمر بسكابريلي بوقتها كنا عم نحكي عنها كلها شوارفسكي، إجت كشوبات على المت غالا اللي هي بسينة كارل لاجرفيلد. صوت وصورة صوت وصورة يسألوها تنوع ما كانت عم تحكي، كانت كل الوقت عاملة حالها كأن هي عن جد شوبات، وكانت لبسة أوسكار دي لارنتا و it was her يعني her first time بتكون موجودة، أول مرة بتكون موجودة بالمت غالا. ودوجا كات هي من الشخصيات اللي خارج أنه تكون بالمت غالا لأنه على طول artistic، حتى بباريس فاشن ويك، حتى بس تظهر بأيامها العادية. وكان كتير حلو الدرس، يعني كتير حلو عن جد، كانت مبينة شوبات خاصة الترين، وكان فيه هيك شغل حلو كله، والميك اب والوجه والهيك يعني مش معقول، وكثير كانت مهضومه منها انه بس كانوا عم يسالوها كيف كانت عم تجاوب. هلا في كثير اشخاص عملوا شوبات، بس هي من الوحيدين اللي كان هو اجى شوبات اجى شوبات شخصيا كمان، يعني كان حلو الميرج اللي عاملينه بين الكوتير والكاركتر. ننقل من كافيه بالصورة اللي بعدها، بعد من السيلبرتيز من المت غالا، كايلي جينر. كايلي جينر كانت من الأشخاص اللي اتهمت إنه هي out of theme، واللي منقوله على طول بالمت غالا إنه كتير مهم نعرف شو الريسيرش وراء الأوتفيت قبل ما نحكي، لأنه بتعرفي بتبلش تشوفي على السوشيال ميديا الأشخاص اللي بتقيم الموضة عم بتقرر إذا أوتفيت المت غالا حلو ولا لا، كأنه هو أوتفيت رانوي بدون ما يشوفوا المسج اللي كان من وراء هيدا الاوتفيت.
هي كانت من الأكثر الأشخاص اللي on point، بس كان بده شوية research الأوتفت اللي هي كانت لبسته. كارل لاجرفيلد كان يعتبر هايدر أكرمان هو descendant شانيل، يعني كان يعتبر أنه هو ديزاينر فرنساوي اللي رح يكفي شانيل من بعده. هلأ أكيد مش هو اللي كفى شانيل، في ديزاينر تاني كفيت، بس كان يحب السيلو كتير، كان يحبه كتير، هو اللي صمم هذا الفستان لكارلي جينر. ليش؟ لأنه كارل كان يلبس هيدا الكيب لكريتيف دايركتور فوغ قديما، بقى رجع لبسها زيت الكيب لكايلي. وإذا بتلاحظي إنه الكيب التران تبعها زينة هي الجاكيت، يعني هي كانت عم تلبس التران وتحط الكيب فوق الفستان وترجع تتركها، سو ترجع تتركها وتصير الترين، وهيدي هي زيت الكيب كان يلبسها لأندري ليون. بقى هيدي كانت الثيم ورا كايلي جينر، وصعب شوي تنفهم يعني. أكيد هو لأنه هو أشخاص مقربين كتير من كارل لاجرفيلد، وحتى إذا بتلاحظ إنه الدرج تبع المت جالا كان من زيت ألوان كايلي جينر، هو اللي كانوا ديزاينز الكيبس اللي كان يعملون قديم عن كارل لاجرفيلد، هو هن الألوان اللي كان يختارون. يعني هي كانت من الأشخاص اللي كتير هيك نحن منجيب شانتال نهار الأحد، يعني لا تنور لعم كتير بالموضوع. بقى هو لأن العالم كله كانت يعني كايلي يمكن مش عارفه وانت عارفه بتخيل انا يعني هو لانه كلهم متوقعين الاسود والابيض، اذا بشوفوها بالازرق والاحمر، بس اكيد هي كانت من افضل اللوكس، وكان كثير كرييتيف الاوتفيت اللي عملها. واللي عملها اياه هو شخص كثير مقرب من هيك يعني من كارل لاجرفيلد. بنكفي وبنشوف بالصوره اللي بعدها. الصوره اوكي هون في عنا آن هاثوي. آن هاثوي اللي كان كتير حلو باللوك تبعه، واللي كانت من الافضل، اللي كان حلو باللوك انه كان جامع ستايل فيرساتشي مع ستايل شانيل، وكرمال هيك حبيت حط كلوز ابس شوي لنشوف انه البينز حلوين. البينز تبع فيرساتشي اللي معروفين فيهم اخر سنتين انجمعوا بالتويت دريس تبع شانيل والكاميلياز اللي معمولين على الكورسي، يعني بتحسي فستان شانيل، وكثير حلوين الديتايات اللي حطتهم دوناتيلا بفستان آن هاثوي، وهي اللي اول ما عرفت بالثيم دغري بعثت للفستان لآن من دون ما كانت تعرف انه هي رح تروح، قالت لها اكيد رح البسه، اكيد رح اروح، لانه دوناتيلا حبت انه تعمل هيدا الدريس خصيصا للمت جالا ايفنت لكارل. بنكفي بالصوره اللي بعدها، نشوف بعض سيلبرتيز من المات جالا. هون في عنا جانيل اللي عملت ضجه كبيره بالاوتفيت تبعها، لانه الاوتفيت تبعها كان لايرز. اول جاكيت كانت اكيد جاكيت شانيل اللي الستايل شانيل اللي معروفه فيه، بتشلحه بتصير شوي بمثل كون مثل البادمنتون. كان في تفسيرين، اشخاص لقيت انه هذا كان لانه كارل كان يحب البادمنتون، وهي قالت لانه شي وانتد تو دو ذا فول سيركل لكارل، يعني كانت بدها تكرمه بهالطريقه، وكان في كثير ليرينج بالاوتفيت اللي هي لبسته. بس كانت من الاشخاص اللي اخذت ضجه، وبالمت جالا مش مفروض يكون بس يعني مش مفروض يكون درس حلو، مفروض يكون شيء ملفت ارتستيك استعراضي وبيتطابق مع التام يلي وبيتطابق مع تام، وكثير من المرات مش بالضروره يكون حلو على العين، مهم يكون اون ثيم يعني بعد اكثر، لانه هو ذيس از نوت ا ران واي. بنكفي بالصوره اللي بعدها، نشوف بعض سيلبرتيز. هون بدي اخذ رايك، عندنا كاندل جينر لبسه مارك جايكوبز، انه ما بعرف هلا هو انه ما فيك تقولي انه شيء هلا كالتام انه الاب والستايل الاب بس صح انه الاب اكثر شيء. انا ما بعرف ما يعني ما بحس انه هيك شيء حلو، ولا مره بحب هيك شيء انا اصلا. هي كاندل انه هي كثير حلوه وجسمها كثير حلو، هيك من الاشخاص اللي اغلبيه الايفنتس بتجي بالبادي على طول، يعني دائما بتحب ناس يتيبها ليه ما بتحب تكفي الفستان. اكيد كان لوك انه هي جسمها لانه كثير حلو، هي هيك اكيد يعني ما فيك تقولي انه شيء منه حلو اذا بتشوفيه لانه هي هالقد حلوه. بس انا بحس انه بس يكون في تكريم لشخص هالقد مهم، حلو انه يكون في هيك شوية افار وهيك احتشام حلو بطريقه باللوك. هلا هي كانت لو شو ما لبست رح تطلع حلو، كان هيدا البودي ولا دريس ثاني. نحن اذا بدنا نقارن بدنا نشوف قد ايه اتس انتو ذا ثيم اللوك اللي عملته. اكيد الستايل بيشبه كارل لاجرفيلد كثير، بس لانه هي من الشخصيات اللي بتقدر تلبس لوك كثير قوي على الريد كاربت، كان متوقع منها انه تكون كان فيها تلبس شيء كثير واو يعني.
بعد عنا صورتين شانتال وما بقى عنا كثير وقت، رح نقطعهم هيك سريعا. رح نمرق باخر صورتين يلي هن في عنا كاردي بي اللي كانت لابسه دراس كله كاميلياز من فوق تقصيده، يعني اخذتها مثل ما هي الخبريه وعملتها ببول جاون، بس كانت كثير مهضومه وكانت كثير حلوه لاول مره بنشوفها بطريقه كلاسي باللوكس، يعني هي عاده كثير قويه بهيك ايفنت. وبالصوره اللي بعدها اخر صوره رح نختم فيها فقره المات جالا، سلمى حايك اللي على طول فاتحه خط لحالها عن جد على طول لابسه جوتشي لاتكس وتشيل، والشيء الوحيد اللي من الشانيل هو البيرلز اللي على كتافه، والباقي كله مكسيكو. مزبوط. بس هي اللي بقلها اللون يعني اكيد هي كثير حلوه لو شو، بس انا مش كثير ظابط ضايعه بركه بالبيت بتعرفي هون ضايعه. شكرا كثير لك شانتال، حلو بالسيجمنت انه دائما عن جد مش بس بنشوف صور موضه او بنعلق بطريقه يعني عن ذوق مثل ما انت بتقولي، بتحكي تكنيك، بتحكي قد ايه هذا الشيء مترابط مع التام، واليوم هيدا الشيء للاسف ما بنشوفه كثير على السوشيال ميديا، مثل هيدي النكته اللي بعتوها انه بتشوفي هيدا اللي نايم على التخت مين عم ينتقد المدقه شفتيانو، وهيدي الحقيقه اليوم لانه في اشخاص كثير قليل مخولين انه عن جد ينتقدوا بطريقه موضوعيه، يعني مش منا قصه ذوق. شكرا لك شانتال، شوفك الرد الاسبوع المقبل.